السلام عليكم. وعليكم السلام. سمي خليها عبد الرحمن. خليها يا عبد الرحمن. ما تنسيني مسكين اخوي ليه؟ وما اعمل ايه؟ انا ماليش حد غيره، طب عشان خاطري طلعوا، طب ابص راسك طلعوا، انا ماليش حد غيره، ارجوك، انا ماليش حد غيره، عشان خاطري. لا حول ولا قوة. لازم تعرف يا بنتي انه اخوك متهم بجريمة قتل. قتل؟ لا، لا يمكن، طلع ما يعملش كده، مستحيل. طال عمرك ممكن افهم وش اللي صار. انت صاحبه؟ ايه، انا تركي صاحب طارق. طال عمرك طارق ونوره ما لهم احد بعد الله غيري، وامره يهمني كثير، ممكن افهم وش اللي صار بالضبط. اذا لازم تعرف انه طارق الان في التوقيف، وموقفه صعب جدا لانه متهم في جريمة قتل. يعني يبغالكم محامي، ومحامي ممتاز، لان القضية تحتاج الى وقفة محامي شاطر. محامي شاطر؟ طبعا القضية هذه ما هي سهلة يا بنتي، وتحتاج الى محامي خبير في القضايا الجنائية. عموما انا حاعطيكم كرت تروحوا تراجعوه. اشرب يا بنتي العصير هذا عشان ترتاحي. هخليك تشوفي اخوك يا عسكري. هات طارق من الحبس. انت عارف يا راشد، الكلام اللي انت قلت لي هو ذا في قمة الخطورة. لو طلع كلامك صحيح، والله يا رويشد انك راح تغير مجرى حياتي ومجرى قضيتك. عفا عليك، كل شيء اللي مسجل هنا، اي معلومة تبيها موجودة في الدفتر. طيب راشد، اباخذ منك ذا الدفتر وارجع لكم. ابو انتم حكومة على عيني وراسي، بس ذا الدفتر. راشد، انا اقدر اجيبك القسم واخذ منك الدفتر ذا هناك، فاهم ولا لا؟ قلت لك حرجع لك، واوعدك انه حيكون في عهدتي. اكيد يعني ما راح يضيع يعني. عفا عليك يا راشد. عموما ترى امانه في يدك، احنا في خدمة الحكومة واللي تامر به ابشر به، مع اني والله ما ادري ايش السالفة. تفضل الدفتر. شكرا يا راشد، وزي ما وعدتك الدفتر ذا عهد عندي وقت ما تبيه بخير. الله يبيض وجهك، ما قصرت. تبي شيء ثاني؟ سلامتك. ادخل. طارق. نورة. شو اللي كنت معاش؟ كنتش احب انها تشوفني بالشكل ده. قلت لك يا طارق بلاش تروح. اللي حصل بقى يا نور، مش متوقع انه يطلع جبان كده ويسيبني يهرب، بس انا سمعت ان الشرطه بتدور عليه وهتجيبه. حتى انا اتمنى انه اكد كلامك هذا، والا اكون انا خسرت خبره السنين في تقييم الامور. والله يا طويل العمر، انا عرف طارق من يوم ما كنت ادرس بمصر،
وأعرف أهله وأعرف أخلاقه، أقسم لك مستحيل يسوي هذه الحركات. عموما حنشوف. زي ما أنتوا عارفين هذه جريمة قتل وتحتاج إلى درجة عالية من التحري. أسيبك يا نورة تجلس مع أخوك، وأباك أنت يا عسكري تنتبه، خليك معه. سيبك، مع السلامة. ليه يا طارق؟ ليه؟ أنت عارف إني ماليش حد في الدنيا غيرك. حرام عليك، أنا ما أقدرش أتحمل بعدك. معلش يا نور، حقك عليا. مش عارف إن هو بالخساسة دي إنه يسيبني وياه، لكن معلش ربنا يهزر برايته إن شاء الله. يا رب. تركي، تاخذ نورة تبات عند والدتك، ما تطمنش عليها في مكان تاني، فاهمني؟ وانت وش راح تسوي؟ المهم دلوقتي تاخذ نورة وتمشي، بعد ما توصلها عند والدتك تعب وتغطس تضرب الارض تطلع بدرنا. لازم تجيبها تركي، لازم. طيب يا طارق، انا باخذ نورة للبيت وبروح ادور على بدر. يلا يا نورة. روح يا نورة. طب قول لي وين اقدر القاه الحين؟ ما ادري، ما ادري شيء اكيد عنه. انا قلت لك في الاربع اشهر الماضيه كانت احواله غير متزنه، لا يمكن تتوقع وش يسوي. ابغاك لما تشوف تبلغ رسميا، لان احنا نبغاه في اداره الامن العام، وتعرفه كمان انه في متهم بجريمه قتل، ممكن يكون بريء وممكن يكون قاتل. يهمني جدا نعرف هذا النقطة، أرجوك تبلغ. أبشر أبشر. هلا أمي، يعطيك العافية. حياك الله، تفضل. وينك فيه من أمس؟ الدنيا مقلوبة عليك يا بدر، شرطة، مباحث، قتل. وش سالفتك أنت يا بدر؟ وش علاقتك بهالموضوع؟ صبري عليك نفذ، هتحمل تجيب لنا مصيبة جديدة بعد. أي بدر، أبغى أفهم كل شيء، كل شيء يا بدر، كل شيء. تقول؟
بدر وخالد منتظرين. خليهم يدخلوا بسرعه لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله، اهلا وسهلا. انا خالد بدر. واليوم اتصلت فيه ووعدته جيناك على طول. حياكم الله. اتفضل يا اخوي. الاخ بدر. كيف الحال؟ الحمد لله. مرتاح ان شاء الله. خير الله يرضى. الموضوع بسيط يا شيخ. الو فيصل عبد الرحمن. غريبة، فين فيصل عبد الرحمن؟ خرج في مهمة. طيب عبد الرحمن، ابغاك تروح الان للتوقيف وتجيب لي طارق بسرعة. الله يخليك. شكرا، حياكم الله. اهلا بدر، كيف الحال؟ كيف الحال؟ ان شاء الله مرتاح. بخير بخير الله يكرمك. بس وش الموضوع يا حضرة العميد؟ تفضل. السلام عليكم طلبة. وعليكم السلام ورحمة الله. تعال طارق. تعال طارق. أوقف. بدر اتكلم. هذا طارق بيقول انك انت اعطيته المفتاح عشان يروح الفيلا ويتاكد من صحه المفتاح. هل هذا الكلام صحيح؟ هل انت تعرف؟ لا ما أعرفه، أول مرة أشوفه.